صباح الخير للجميع. اليوم 22 أيار عيد الديسة، مهم كتير بالعالم وبلبنان كمان. الديسة الحالات المستعصية والأمور المستحيلة لقديسة ريتا. مشان هيك حلقتنا اليوم خاصة بضيعتها ومنطقتها كاسيا. بس قبل بدي عيد كل الحاملين اسم ريتا يلي عم بيحضرونا، وكمان لميا درعوني يلي عيد ميلادها اليوم يلي هي فان لفياج فياج. لكن حلقتنا اليوم عن كاسيا يلي انعرفت وانشهرت عالميا من وراء القديسة ريتا، من وراء حياتها ومن وراء كل يعني الأمور والحالات المستعصية يلي بيلجأوا لها المؤمنين بالعالم كله، يلي دايما بتلاقي له حل ويعني بتحقق عجوبات. لكن اليوم حلقتنا مع شخص زار هالمنطقة وهي ضيفة يعني قريبة كتير من هالمجال، هي ساندرا خلاط. ساندرا كيفك؟ ساندرا بتحب كتير تبرمي بالعالم، وخصوصا تروح على الأماكن يلي مشهورة كتير للقديسين، هالأماكن يعني المسيحية يلي كمان كتير بتقوي الإيمان. ليه حبيت تروحي على سانت ريتا، على كاسيا بالتحديد؟ والحلو معك أنه رحت لهونيك بوقت مهم كتير من حياتك، خبرينا شوي أكتر. ان فيت نحن كان وقتها شهر عسل، قررنا انا وجوزي نقوم. اكيد يعني هلا ايطاليا هي بلد كثير حلو نزور ايطاليا، هي بلد شهر العسل، في كثير بيروحوا لشهر العسل، وبذات الوقت يكون سفره حج. كنا عم نزور كثير قديسين، مش حقول كل القديسين لانه بايطاليا في كثير من الشمال للجنوب، سو زرنا كثير قديسين. وكان كاسيا كان لها يعني نمنا بكاسيا محطه اساسيه، كلنا بنعرف سانت ريتا قد ايه مهمه بالعالم بالاخص للبنانيه، قد ايه بحبوها أكيد. يعني موجوده بكل بيت تقريبا. حلو كثير، والحلو انه جوزك كمان كان محمس يعمل هيدي السفره، ما هيك؟ يعمل يعني يوصل على سانت ريتا. ساندرا خبرينا اول شيء، اذا اللبنانيين مثلا بيحضرونا بدهم يروحوا على كاسيا، كيف رحتوا انتم من هون على كاسيا بالتحديد؟ يعني اكيد بناخذ الطياره من بيروت على روم مثل ما بين علينا، مشوار منه طويل يعني، هذا مشوار 3-4 ساعات العاده تبع اوروبا. ومن هونيك كيف ترجعوا بتكفوا الطريق؟ هلا نحن من روم كنا عم نعمل رود تريب، يعني استاجرنا سيارة، وهي كتير هينة واحد يروح بالسيارة لأنه هي المنطقة كتير حلوة، يعني واحد بيزور كذا منطقة قبل ما يوصل على كاسيا، ومنهم أسيزي يعني بيستفيد كتير. بس أكيد فيهم يروحوا بالباص إذا بدهم يروحوا من روم لكاسيا، بتاخد 3-4 ساعات روحة 3-4 ساعات رجعة، أو فيهم ياخدوا ترين على أسيزي يرجعوا يستأجروا من أسيزي سيارة ويروحوا على كاسيا. لكن ثلاث طرق هدف واحد، واحد يوصل على كاسيا. واحد شو ياخذ معه؟ قبل ما نشوف الصور الحلوه كثير التقطيع، شو واحد بياخذ معه اذا واحد حب يروح لهونيك؟ يمكن ب 22 ايار بركي السنه الجايه او خلال كل السنه، لانه سانت ريتا بيزوروها كل السنه، ما هيك؟ مزبوط. شو واحد يعني بتنصح الاشخاص يروحوا معه؟ حسب اي فتره. ايطاليا بنعرف انه تقريبا تقسم مثل هون شوي ابراد. نحن رحنا باب يعني كان شهر كثير شوب، بس ستيل يعني كنا عشيه عم نلبس جاكيتات صغيره، جاكيتات صغيره فوالا، دونك واحد ياخذ للشمس عوينة شمس يعني أكيد. كل هالاشياء يعني مثل السفر العادي، واهم شيء الاحذيه المريحه لانه كثير فيها مشي واحد يزور دير سانت ريتا والبازيليك تبعها وبيتها وغيرها من الاشياء رح نشوفها كله مشي يعني كله بعدين مشي. هلا بدنا نشوف انه هي سانت ريتا ان فيت خلقت بروكا بورينا، هي الضيعه اللي يعني ملزقه بسانت ريتا. عم نشوف هلا على الخريطه ساندرا بالتحديد يعني وين بتصير بيروجيا. بيروجيا بوسط يعني إيطاليا. شفنا اسيزي، شفنا سيانا، حدا بيروجيا بوسط ايطاليا، بهالمنطقه موجوده كاسيا وروكا بورينا يلي قلتي عنها، يلي هي الضيعه الصغيره صغيره يلي خلقت فيها سانت ريتا. والحلو يعني انه كمان واحد بيكون عم بيزور منطقه منا كتير سياحيه عاده بايطاليا، بس بيروحوا عليها خصوصا ليحجوا لعند سانت ريتا او سان فرانسوا داسيزي اللي هو كمان قريب كتير من هالمنطقه. مزبوط. هي المنطقة كتير حلوة، هو البلاتو دو لومبري بيقولوا مناظر ما معقول يعني واحد بينبسط. يلا خلينا نشوف الصور بتعلقي عليهم لأنه عم بتقولي قصة كتير حلوة، وبدنا نشوف قد ايه هي المنطقة لكينا. وحسيت انه كنت عم تقولي منطقة كتير حلوة، معقول شو حلوة الصورة؟ كتير كتير حلوة. زور وين مكان هيدا بقاب كتير حلوة، كله هيك يعني شمال يمين كيف ما بتطلعي كله مناظر حلوة، يعني واحد بينبسط يروح بحلل شهر، لأنه هو البلاتو دو لومبري كمان كتير حلو. من أسيزي ومن كاسيا بيطلع على البلاتو دو لومبري، يعني كل المنطقة هيك خضار وحلو. هون شفنا كاسيا، انت شو حسيتي وقتها هيك شفتي هالأرمى؟
قلت انه اخيرا لانه فات كاسيا ضيعه كثير صغيره بمحل يعني بدك تطلعي وتنزلي وتطلعي وتنزلي. وقت شفت الارما وصلنا فرجت سيتي لا انه كثير حلو لانه يعني صرنا زمان عبالنا نروح بقى انه واو يعني وصلت هالمحل هالمحل اللي ناطرينه من زمان كثير. ويعني منطقه حلوه واحد هيدا كثير حلو بين الضيعه من فوق هيدا الصورة شو الإحساس هون كنا هيك عم نطلع على الضيعة وقفنا السيارة على جنب ونزلنا وتصورنا مع الضيعة مع كاسيا. اوكي وبتوصلي لهونيكي وبتبلش تتذكري قصة سانت ريتا. خبرينا هيك شوي مع كل الأماكن يلي زرتيها واللي خاصة بحياتها. أول شيء وقت واحد بيوصل لهونيك أكيد رح يبين علينا هون الطبيعة وبين إنه نزلتوا أنتم نمتوا هونيك بأوتيل بكونوا أوتيلات منا فخمة يعني أوتيلات صغيرة يعني دوز إتوال أو تراز إتوال. الواحد منه رايح لفخامة المكان بس لقداسة المكان أكيد. وبتوصلي لهونيك وبتبلشي مشوار سانت ريتا. هلا بدنا نشوف الصور اللي البيوت اللي عاشت فيها ان كانت هي وعزبه هي وصغيره. هذا الضيعه خبرينا شو اكثر. اوكي هلا نحن صفينا سياره بكاسيا والاوتيل بكاسيا ماشي رحنا على روكا بورينا. مثل ما قلت انه كثير هن ملازقين ببعض. هي روكا بورينا في بيت اهلها. هلا رح اخبركم عن اهلها. في بيت هي وقت تجوزت مع جوزها وفي الكنيسه اللي تجوزت فيها. بيت اهلها هن اهلها معروفين انه اول شيء ما كانوا يجيبوا اولاد. يعني سانت ريتا وحيده هي اسمها مارغريتا خلقت بعد كثير يعني وقت مارغريتا لوتشي هاي لتا مزبوط لوتشي خلقت سنه 1381 بالقرن الرابع عشر صحيح. هي هلا في قصه بتقول انه وقت عمدوها ثاني نهار كانت نايمه بالحقله. هن بيشتغلوا كلهم بالحقله كانوا النحل عم بيفوتوا ويطلعوا على تمها ويطعموها العسل بلا ما يأذوها. أكيد مش هيك من رموز سانت ريتا كمان النحل عم نشوف انه في كثير رموز غيرها. هيدي كاسا دي ريتا مثل ما مبين علينا يعني هي البيوت اللي رحت عليها. لكنك عم تحكي عن حياتها مع اهلها. اهلها كان اسمهم بورتور دو بي او حاملي السلام. كانوا معروفين هلا بايطاليا في فانديتا وبيقتلوا بعض العالم وبينتقموا وهيك خصوصا بالقرن الرابع عشر يعني عم نحكي بهالفتره. كانوا اهلها هن عندهم مثل ميسيون معروفين انه هن بيصالحوا العيال وبحلوا المشاكل. رحنا على بيتها وين عايشت مع اهلها وهيك. هن انه كانوا مش فقراء ولا اغنياء كانوا يعني عايشين عادي. مزبوط كانوا عادي بيتهم يعني كثير ايموشن الواحد يفوت يحس انه هون ربيت هون كبرت هون ترعرعت بهالبيت بهالاوضه. بعدين انتقلت على حياتها الزوجيه على بيتها مع جوزها وهيك. هلا بنحكي عن حياتها الزوجيه. هيدي الكازا ناتالي في جاردان برا هو ارضي صغير يعني منه كبير. بيت اهلها كان اكبر. بعدين رحنا على الكنيسه اللي هن تجوزوا فيها. كمان كثير ايموشنال يعني تعرف انه هن كانوا هون واقفين هون تجوزوا. هي كمان صغيره وحلوه الكنيسه وبعدهم محافظين عليها اكيد. وهلا هي القصه انه جبروا اهلها تتجوز وتجوزت شخص كثير عنيف كان كثير عم بيعذبها. وبالرغم من كل شيء حبت هي تغيره وتحسنه واخر فتره صار يعني صار منيح معها لحديت ما انقتل. ما هيك هي قد ما كانت منيحه وقد ما كانت هامبل وضل متوله بالي عليه وقد ما كانت منيحه هو تغير. يعني من وراها يعني هي هيدي من الامور المستحيله يعني بلش تغير وعاشوا بالاخير 18 سنه يعني حياه عائليه مع صبيان هن كانوا توينز. عاشت 18 سنه مجوزه عندها اولاد. هلا وقت قتلوه على طريق روكا بوري نصبوا له فخ. هن عائلتين كانوا متخانقين مع بعض هن المانشيني وفي تاني عائله كانوا ضد بعض كانوا قدوها كثير عنف يعني عنيفين هن كلهم. قف نصبوا له فخ وقتلوه. اتسيمز هي عرفت انه هو تاب قبل ما يموت دونك هذا الشيء يعني هيك رضيها شوي. بعدين صاروا اولادها بدهم ينتقموا عم بيتاثروا بعائله بيو لانه كانوا يحطوا لهم براسهم لازم تنتقموا انتوا الصبيان وهيك. كبروا بلشوا بدهم ينتقموا. هي صليت قالت انه تفضل انت تاخذهم من ما هن يعملوا هالخطيه واللي هي مميته خطيه مميته انه هالقتل والجريمه. بقى هن وتوفوا ماتوا ورا بعضهم بمرض يعني ماشي
صارت لوحده. هلا رح نشوف انه بلشت شق ثاني من حياتها، رح نشوف الدير يلي كثير مهم بحياتها، لانه هونيك كمان انطلقت قدسة. اول شيء هون الجروتو دي اورو، اذا فينا نتوقف على صوره قبل على هالمغاره، شو هي هالمغاره؟ هن بيقولوا انه هي اوقات كانت تطلع تصلي، بتحب تقعد لوحدها، كانت تطلع على هيدي المغاره تصلي، حطوا لها صليب صليب مكان ما كانت تصلي فيه. وهون اكيد منطقه الدير تبعها. خبرينا شوي هالحياه اللي كثير يعني بتأثر بالدير. أول ما فاتت كانت هينة، هي أول على 16 سنة قبل ما كانوا بدهم يتجوزوها كان بدها تفوت على الدير، هاي الكنيسة اللي تجوزت فيها. أول ما بعدين ما يعني وقتها صار بدها تفوت على الدير بعد ما توفت عائلتها، ما قبلوها لأنه أول شيء أرملة، وتاني شيء جاي من باك جراوند كثير عنف وانتقام وقتل وجريمة، يعني قالوا لها انه مش معقول ناخذك، يعني ما كانوا عم بيقبلوا ابدا. سعطوها ميسيون انه تروحي تصالحي العائلتين، وكانت عن جد مستحيله هيدي المهمه، مستحيله مهمه مستحيله. هن كثير عنيفين وكثير كثير يعني عايشين العنف للاخر، كانوا ما منهم قاشعين ولا تسامح ولا شيء ولا محبه ولا شيء. سو كان عندها المهمه، بعد فتره قدرت توصلت تتصالحون وراحت على الدير. هيدي الصوره هون حاب نتوقف عليها. ايه بس قبل ما تفوت كمان رجعت، راحت على الدير، رجعوا ما قبلوها، قالوا لها انه لا ما هيدا. صليت ليوحنا المعمدان، مار يوحنا المعمدان، وفوالا دونك اجوا بالليل مار يوحنا المعمدان وقديسين وفوتوها على الدير بلا ما الرهبات كانوا يقبلوها، يعني كل شيء مقفل، كل الابواب مسكره. هيدا المحل اللي انا واقفه فيه محل ما لقيوها. اوكي وهيدا الدير اكيد هيدا يعني الدير. اجوا وعيوا الرهبات ثاني نهار، قالوا لها كيف فتي كل شيء مقفل وهيك، قالت لهم سو قبلوها معهم. وهي كانت تعيش كثير صلاه وتكشف وكل الوقت، وحتى طلبت من يسوع بنهار الجمعة العظيمة انه يعطيها شوكة من القرآن تبعه، وعطيها اياها، وصار عندها جرح حملته 15 سنة، استجمات معروفة فيه على جبينها، بس كان كتير مؤلم وكتير عنده ريحة كريهة. سو العالم صاروا يبعدوا، صارت عايشة لوحدها بالأوضة وتصلي كل النهار. وزرت أوضتها، بدنا نشوف هلأ وين، يعني شفتك طالة من الشرفة تبعها، احساس قديه حلو كثير. يعني الأوضة عندها كان أحلى إحساس إنه هون عايشت 40-50 سنة، هذا الشباك اللي كانت توقف تتفرج منه على يعني على الدير، إنه كان كثير مؤثر واحد يكون قاعد بالغرفة تبعها. وهون عم نشوف كمان إنه بالدير كمان وقريب عليه في مثل متحف لإلها، فينا نتوقف شوي على هالصور، الجسمين تبع سانت ريتا اللي واحد فيه يروح يزوره، المؤمن والزاير، وبعده هو مثل ما هو. مزبوط. يعني من القرن الخامس عشر بعده مثل ما هو، يعني عجيبة بحد ذاتها. وكمان كل الأغراض اللي كانت لإلها مثل المسبحة ومثل المحبس تبعها. مزبوط. اللي بعده كمان مبين هلا بين علينا بآخر صورة. هلا بدنا نقول عن العريش، مثلا كل الناس بتعرف العريش، اول ما فتت على الدير الراهبه عطتها مهمه انه مستحيله، عطتها غصن ميت لعريشه، صارت لها انه انت ما زالك هون بدك، يعني في شيء اسمه امر الطاعه، عطتها هيدا بدك، قالت لها بدك تسقيك اليوم على بكره، هي صارت تسقي مع انه كل الناس بتعرف انه ميت الغصن، ميت يعني ناشف. بالاخر طلعت عريشه كثير حلوه، وهلا بعدها لليوم يعني العريش كل الناس هذا عجائبيه، لانه مش هيك هي الامور مستحيله، يعني من شيء ميت ويابس وعطت الحياه، يعني قصه بتعقد. ميرسي كثير ساندرا، واكيد في غير رموز لسانت ريتا، يعني اكيد قصه طويله كثير، بس حبيت اليوم ضوي بفواياج فواياج بهالحلقه الخاصه العيدة لسانت ريتا ب 22 ايار. واحد صار عمره يعني اكيد صار مرق على وفاتها اكثر من 500 سنه. هي ماتت بالقرن الخامس عشر وتقدست بالقرن العشرين، يعني أخذ كتير وقت، كتير وقت تطوبت قديسة. ساندرا بس آخر سؤال، شو غيرت لك بحياتك سانت ريتا وقت رجعت على لبنان؟ حسيت في شيء جديد؟ هلأ سانت ريتا هي كتير يعني أنا ببصمة بجمعية بصمة، حضرتك رئيسة جمعية بصمة اللي بتعمل خير وبتساعد العيال يعني محتاجة بلبنان وكمان يعني غيرها من البلدان، وهي كتير حلو أنه حسيت هذا الشيء بعمل معين فينا نحكي عنه على السريع. أكيد بال2004 نحن حبينا نعمل مطاعم البسمة، كان في أوتيل بسن الفيل حيب عم بيعطينا وجبات ساخنة، وكان عم نفتش بسن الفيل وين بدنا نعمل مطعم يجوا المسنين يتغدوا ببلاش، وسألنا سانت ريتا الكنيسة الأبونا قبل، ومن بقينا من 2004 ل 2010 نعمل غدا كل ثلاثة ل 100 شخص، لحديث ما هن كانوا عم بدهم يوقفوا.
لا بقى كنت عم بصلي لها، رحت على الكنيسه قلت لها انه انا شو بدي اعمل ب 100 وجبه بالهدا، انت بتلاقي لي حل لانه انا ما عندي حل. وصارت واجينا فان مبرد، اجينا كادو، اجينا بزيت الوقت وقدرنا يعني دغري الفان صار عم بيوزع للمسنين والمريضين والمقعدين ببيوتهم. حلو كثير. لكن هي سانت ريتا شفيعه بسمه، فينا نقول شفيعه مطاعم البسمه للمسنين، بتحبها المسنين. ساندرا ميرسي كثير على كل هال يعني التفاصيل اعطيتينا اياها وهالشهاده الحلوه كثير، ان شاء الله دائما تزرع البسمه وين ما كان بلبنان. أكيد في كتير قصص واحد في جيبها معهم، فينا نشوفهم قدامنا على الكاميرا. وبنخلص بالله على الختامية، وأنا بشوفكم الأسبوع الجاي بحلقة خاصة عن اليونان، كونوا على الموعد رح تعجبكم كتير. مرسي كتير ساندرا.